متواجدين دلوقتي في باب الأصباط. زي ما قلنا إنه كل السبت كان يدخل من باب معين، فده السبت يعني أصباط إسرائيل كان يدخلوا من المنطقة دي. طبعاً فين الأصار؟ الأصار هي بتكون تحت المستوى الطبيعي ما بين 6 إلى 12 متر، وفي بعض المناطق أكثر. زي ما أنتم شايفين هنا حصلت حاجة إنه رقموا أول شهيد اللي هو استفانوس ارتقم هنا في الباب، عشان كده بيسموه باب استفانوس. فله عدة أسماء، بس الاسم الحقيقي بتاعه الرئيسي هو باب الأصباط. في عندنا كمان اللايونز، بصوا الأسود. أيوة صح. الأسود حصل إنه سليمان القانوني كان عايز يزيلهم، يعني ما يخليش الأسود، ولكن صار في حلمة في أحد الكتب مؤرخين بيقولوا إنه صار إنه حلم إنه إذا بيزيل الأسود، اللايونز الأسود دي حتروح وتقتل بابا، فلا خلاها. فبترمز الأسود اللي هي ربز السبت يهوذا. هلا عندنا هنا مقسم لأورشليم، دي البلد اللي هي أورشليم اللي متكلم عنها، ودي منطقة مريا اللي هي جبل مريا، يعني الله يرى. إن شاء الله رايحين نزور المنطقة دي، نكون متواجدين كمان حواليها. في عندنا طبعا 4 حارات حاليا في القدس في أورشليم. عندنا حارة الأرمن، حارة المسلمين، حارة اليهود، وحارة النصارى. أصغر واحدة فيهم اللي هي بيسموها حارة النصارى. طيب آمين، نشكر ربنا. أنتم ملح الأرض. حيات الله حبيبي. يلا طيب، هلا بندخل جوه. أوكي، بندخل من البوابة، بوابة أورشليم القدس. وزي ما انتم شايفين الترميمات كانت من الفترات العثمانية، في فترات كانت متفاوتة ما بين مملوكية عثمانية. هنا الطريق دي بتودي على المسجد الأقصى وقبة الصخرة. هو في بيوت هنا في بيوت. البناء ده من 1528 رفعوا البنايات دي القائمة، بس في عندنا تحتنا بيكون في آثار كثيرة يا اخواننا. لأداء السبيل كانوا يدوه اتسابونا في القرن السادس عشر، كان يدوه مثلا حد عايز يشرب مية اوكي، فييجوا يشربوا مية، بس دي فترة بعد المسيح. طريق مجاهدين، خلي بالكوا. ها انتم مجاهدين دلوقتي. ادوا له سكه، خلينا نعمل خط وحسب يا بتحسده. بدنا نكمل، لسه ما توصلناش، بس ابعدوا عدوا شويه. طريق الأصفار. طيب في عندنا حاجه بحب انوه ليها، طبعا دي مش مترجمه معنا في البرنامج، بس في منطقه بيت حسده. اوكي، مش هندخل جوا، بس هنتفرج من هنا. دي بيت حسده فيها بركه، بص البنايات دغري شايفين دغري. هناك جوه موجوده بنت حسنه 38 سنه. دي مش هندخلها يا جماعه، نقفل هنا. كمان هي جزء من البيت اللي بتاعت يواكيم وحنا،
لأنهم كانوا متواجدين هنا في منطقة أورشليم. المصريين كانوا، بس اللي حصل أخذوا واحد ثاني مرشد وأخذتهم، قال إيه إحنا رايحين السوق، فزعلوا وقدموا شكوى للشركة. بيتها جنب، تصورنا فيه لي صورة حطيتها. سن ان ايوه ايوه هي دي. اوكي بس بدك يعني ابونا فاهم عليك، فهمني فهمني، برافو عليك. حد عايز يتولد ممكن.